هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم رضوى فيديو بلوجر. النهارده عايزه اكلمكم على معلومات لازم تبقى موجوده عندك، ولازم تكوني عارفاها كويس جدا، علشان دي هتفيدك في حاجات كتيره بعد كده في طريقه العنايه بالشعر الخاصه بيكي، تمام؟ فيا ريت قبل ما تتابعوا الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك على الفيديو بتاعي، ولايك لو كنتوا على البيج بتاعتي لو كنتوا على الفيسبوك، وتعملوا لي سبسكرايب لو كنتوا على اليوتيوب، وتدوسوا على الجرس الصغير عشان تشوفوا كل حاجه جديده هنزلها جديد ان شاء الله. هعمل الفيديو دوت سلاسل صغيره كده، علشان احس ان في ناس كتير ما بتحبش الفيديوهات الطويله، فندخل بقى على موضوع الفيديو. في معلومات لازم تبقى انت على درايه بيها علشان تعرفي تهتمي بشعرك. ايه هي المعلومات دي؟ حاجه اسمها مسميات الشعر، وحاجه اسمها بروتين الشعر اذا كان عالي ولا منخفض، وعلى اساس المعلومات دي هتعرفي تنقي المنتجات المناسبه لشعرك والمنتجات الغير مناسبه لشعرك، تمام؟ اول حاجه نبدا بمسميات الشعر. ايه هي مسميات الشعر؟ مسميات الشعر ان خصله الشعر نفسها، اوكي، بتبقى المسامات بتاعتها مفتوحه واسعه زي مسامات البشره بالظبط، يعني نفس البشره، نفس اللي بيحصل في البشره بيحصل للشعر. اختبارات كتيره بيقولوا لك ازاي تعرفي اذا كانت مسميات الشعر عاليه ولا مسميات الشعر منخفضه. انا من وجهه نظري، انت يعني بصوا، انت لو واحده عملتي بروتين او صبغتي شعرك او بتعملي استشوار كتير، اوريدي شعرك هيبقى مسميه الشعر بتاعته عاليه، تمام؟ اعرفي انك مسميه عاليه، تمام؟ مسميه الشعر الخاصه بيكي عاليه. لو انت عملتي بروتين، هرجع تاني اعيد، لو انت عملتي بروتين او صبغتي شعرك، انا على طول بصبغ شعري ما شاء الله يعني على طول، وعملت له بروتين برضه شعري، عملت له بروتين بس ندمت يعني، ومن نوع اللي بيستشوري شعرك كتير، تمام؟ عايزه تعملي اختبارات عشان تتاكدي اكتر، في اختبارات هتكلم عنها كمان شويه. ولو انت من النوع التاني اللي ما عملتلهوش، ما اعتقدش ان في بنات كتيره كمان من النوع ده، يعني اللي هي البنات المعتمده على الشعر الكيرلي اكتر وطبيعه شعرها، ما بتستخدمش اي حاجه لتحسين او تغيير نوع شعرها، هتبقي مسميه منخفضه. دلوقتي عرفنا المسميه العاليه والمسميه المنخفضه، تمام؟ المسميه العاليه هي الشعر بيبقى اتهلك من كتر الاستشوار والبيبيليس والبروتينات والبروتين اللي بتعمليه لشعرك، فالحاجات دي كلها بتأثر على مسامية الشعر، بتخلي المسامية بتاعته عالية، ان هي المسام نفسه كبيرة، مسام الشعر يعني، انت لو حطيتيه تحت التلسكوب هتلاقي مسام الشعر نفسه واسع عن طبعا البنات اللي ما بتعملش الحاجات دي كلها، فبالتالي مسامية الشعر عندها منخفضة. تعرفي ازاي اذا كانت مسامات الشعر عندك عاليه ولا مسامات الشعر عندك منخفضه؟ لو عايزه تعملي اختبار مثلا ياكد لك المعلومه ديت. في ناس كتير تقول لك هاتي كوبايه ميه وحطي فيها شعر، شوفي لو سقط وما سقطش. الكلام ده عملته برده مش هيديك النتيجه المظبوطه لشعرك. ليه؟ لان ممكن شعرايه مثلا عندك سليمه، مش مسميه يعني، عندك شعرايه مثلا كويسه يعني مسامياتها معقوله، ما تهلكش قوي، او انت مش مركزه معاها قوي وانت بتصبغيها، او سبتيها يعني من غير ما تصبغيها، من غير ما تاخدي بالك. مثلا شعرايه مش بتعملي لها استشوار كتير، مستخبيه في حته ورا مثلا، يعني انا عندي حتت معينه في شعري مش بركز فيها قوي في الاستشوار زي بقيه الشعر اللي قدام، مثلا بركز على الحته اللي قدام اكتر من الحته اللي داخله جوه، فممكن تلاقي المساميه اللي جوه ديت مساميه الشعر مثلا اللي جوه منخفضه، في حين انك تلاقي مساميه الشعر اللي بره دي عاليه، تمام؟ يعني مش مقياس. ممكن تاخدي خصله من شعرك تحطيها في كوبايه الميه، هتلاقيها مثلا غرقت او طفت في الميه، وهي اصلا بقيه شعرك من نوع العكسه اللي هي شعرك لو حطيتيه في الكوبايه هيسقط جوه الميه، فاهمين قصدي؟ يعني مش الخصلايه هي اللي هتحدد اذا كان شعرك مساميه عاليه او مساميه منخفضه. طيب ايه اللي هيحدد اذا كان مساميه الشعر عندك عاليه ولا مساميه الشعر منخفضه؟ بصوا، انتوا دلوقتي هتاخدوا شاور، اوكي، وهتستخدموا شامبو اللي هو فيه كلوريد الصوديوم عالي اللي موجود في السوبر ماركت، مش طبي ولا اي حاجه، تمام؟ وهترغوا شعركم كويس قوي بيه وبس، وهتخرجوا من الشاور لا هتحطوا بلسم ولا هتحطوا اي حاجه، شعرك نشف بسرعه جدا جدا، اعرفي ان شعرك مساميته عاليه، اوكي؟ ليه؟ هنرجع نقول ليه. لان المساميه العاليه، الشعر اللي مساميته عاليه بيكون
قدرته على الاحتفاظ بالمية ضئيلة جدا جدا، علشان كده بيتكسر بمنتهى السهولة. تمام، اي حاجة ما فيهاش مية زي الزرع، دايما اقول ان الشعر زي الزرعة، ما فيهوش مية هيتقصف وهيتكسر ومش هيطول معاكي. تمام، فهو هينشف بسرعة. ليه؟ علشان مسميته عالية، فبالتالي المية اللي فيها هتتبخر بسرعة جدا جدا، فبالتالي هيتقصف. هو دوت اكتر حاجة ممكن تحددي بيها، او اضمن حاجة ممكن تحددي بيها اذا كان شعرك مسميته عالية ولا مسميته منخفضة. ممكن تلاقي مثلا ايه، هتلاقي مثلا شعرك نشف بسرعة، بس هتلاقي شوية خوصل مثلا اخدت وقت. لا، انت شوفي مين نسبته اعلى. تمام، اني نسبته اعلى، اللي بينشف بسرعة ولا اللي بينشف متأخر. تمام، وعن طريق الموضوع دوت هتحكمي اذا كان شعرك مسمية عالية ولا مسمية منخفضة. تمام، يعني لو لقيتي معظم شعرك نشف بسرعة جدا جدا وبقت كام خصلة كده، يعني اخدت وقت عقبال ما تنشف، فاعرفي انك مسامية عالية. تمام، كده اول فيديو. ان شاء الله اكمل لكم الفيديو الجاي بقى، علشان مش عايزة اطول، فاشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.